واحد السلام عليكم خوتي خواتاتي في الله. اجي وتشوفوا خوتي الفرحة ديال سميرة اللي هلت عليها. غادي نبدأ الفيديو ديالي بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان نقول لكم اخوتي اللهم اجعلني مظلوم وليس ظالم. الانسان اللي كيكون مظلوم الله سبحانه وتعالى كينصره وكيفرج عليه وكيفرحه وكيعطيه من حيث لا يحتسب. اما بالنسبة للناس اللي كيكونوا ظالمين الله سبحانه وتعالى كيتولاهم. من بعد سميرة الحمد لله هي ما عمرها رفضت انها تصالح مع الزوج ديالها، وما عمرها قالت ما نرجعش. ولكن قبل ما نخليكم اخوتي مع هاد الاخبار اللي انا جايبه لكم اليوم الجديده، ما تنساوش الاشتراك واللايك في القناه والضغط على الجرس باش توصلوا كل جديد. سميرة اليوم فرحات والحمد لله ربي فرحها وعوضها، واخا داليها جوج قنوات، ولكن القناه الثانيه الحمد لله ما كملت شهرين وشدات فيها الدرع الذهبي كما كتشوفوا. الله سبحانه وتعالى كيعوض. كما كتشوفوا سميره دائما الفرحه داخله للدار ديالها، وربي ميسر ليها الامور وربي مفرحها هي وداك ربعه الوليدات. اما بالنسبه للطرف الثاني اللي ظالمينها دائما الله يستر في المشاكل، عفوا دائما في المشاكل، دائما كيبكيو، دائما عندهم شي حاجه اللي ما مفرحاهمش. يا ربي تهز علينا البلاء والباس وتفرح قلوبنا ولهلا تجعلنا باش نكونوا ظالمين لشي واحد. يا ربي اللهم اجعلنا مظلومين وليس ظالمين، لان من بعد الظلمه الاخوان كيجي الفرج وكيجي الفرح وكيجي السند من عند الله سبحانه وتعالى. الله هو السند والله هو الكبير والله هو اللي كيعطي وماشي البشر. البشر غير كيحيد، اما الله كيعطي وما كيحبش. الله يعطي بدون حدود، بلا حدود عفوا. اما بالنسبه ليونس انتم شفتوا الصراحه سميرة فاش جا وطلب منها السماحه هي ما قالتش لا، قالت واخا ولكن بالشروط ديالها، فهو لا ما قبلش بداك الشروط ديالها لان جاتو بحال شي اهانه. سميرة غترجع بالشروط وبالقوانين ديالها، وسميرة ما كانتش غترجع بالشروط بالقول فقط، كانت غترجع بالشروط ديالها موثقة قانونيا، ولكن هو جاتو إهانة وما قبلش بهم. فلحد الآن كما كتشوفوا سميرة أيام ديالها الحمد لله كلها فرح، ودائما ربي ميسر ليها الأمور، ودائما الحمد لله كيجيها الخير لأن الله كبير سبحانه وتعالى وما كيخليش حق المظلوم في الظالم. والله ياخذ لنا حقنا كاملين في الظالمين، والله ياخذ الحق في كل واحد كيتكرفص على شي مرأة ضعيفه. لالا حاده كنتمنوا ليها الصبر، لان حتى هي كما كتشوفوا دائما من النهار اللي خرجت سميره من الدار وهي اللور اللور ما عمرها مربات حتى الصحه ديالها. هذا الشيء علاش اخوتي ما خصش الانسان يظلم شي واحد. هكا انا نكون وصلت لنهايه الفيديو، كنتمنى يعجبكم. الى عجبكم خليوها ليا في التعليق وخليولي اللايك، ولا ما عجبكمش خليولي اللايك. ونقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد.